لماذا تحتوي كرة القدم على أشكال هندسية خماسية وسداسية الأضلاع؟ إذا كنت من عشاق مشاهدة ولعب كرة القدم، فأنت بالطبع قد لاحظت أن سطح الكرة محدد ب12 شكلاً خماسياً أسوداً و20 شكلاً سداسياً أبيضاً، والسبب في ذلك يكمن في علم الرياضيات. نعم، فلقد ثبت أنه من المستحيل صنع كرة مثالية الاستدارة من سطح مستوٍ، فسيكون هناك دائماً تجاعيد أو تشويه في الشكل الدائري المطلوب. يحتاج مصنعو كرة القدم إلى صنع كرة قابلة للنفخ وأن تصبح شبه كروية مثالية من مساحة من الجلد المسطح، ولذلك فقد قاموا بحل المشكلة عن طريق صنع كرة تتكون من خليط من الأشكال الهندسية المتطابقة التي تتطلب الحد الأدنى من الغرز التي تجمعها معاً. وعلى أساس نظرية رياضية اكتشفوا أن هذه المسطحات يجب أن تتكون بشكل مثالي من 12 شكلا خماسيا و20 شكلا سداسيا، بحيث يتم الحصول على شكل كروي كامل الاستدارة عند نفخ الهواء في الشكل النهائي. وهذا يا صديقي هو سبب رؤيتك لتلك الأشكال الهندسية على سطح كرة القدم التقليدية.